السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا باشمهندس، ازيك؟ أنا بس حابة أنقل تجربتي لك. اتفضل. شكرا لك، لأنه أنا في لو نفس التخصص، صح؟ ايوه صح، مع حضرتك. أيوة. أنا كنت في تقريبا في شهر 6 17/6 بدأت معك، اللي كان أسبوعين قبل العيد. كنت أيوة. حاط شيء قبل العيد. أيوة. أيوة. أنا اشتركت من هذاك الوقت إلى اليوم، ولسه مستمرة إن شاء الله. إن شاء الله. التزامي يعني ممكن تقول 99%. وكنت 91، والحين أنا وصلت ل 66.6. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. ولسه طبعا مستمرة. أنا على يعني أنا بروح الدكتور عشان يشوف تحاليل دمي. هو كان السبب إنه أنا لما بدأت كان الدكتور اللي رحت عنده، أنا كنت بنبض كثير في هذاك الوقت، وكان يجيني زي الخنقة وما أعرف أتنفس. بس كنت حابة أروح أشوف إيش الفيتامين اللي ناقصني. فقال لي الدكتور إنه اللي ناقصك، كان ما بعرف كيف صار الدكتور إنه هو دكتور سكري. كنت أنا أبغى طبيب أسرة، ودلوني على طبيب سكري وقال لي عندك بري دايابيتك، هذا الشيء اللي أنا شفته عندي. ووقتها قال لي خدي إبر، خدي حبوب، وأنا كله طيب، وإذا خفيت 10 كيلو على الأقل. قال لي ممكن، بس لا خدي إبر أحسن. فأنا يعني هذه كلمة يعني حسيت إنه فيها تحدي، وكان الهدف تبعي الأساسي إنه أكل صحي. فكنت أبغى أحجز عن دكتور تغذية، وصاحبتي دلتني على الصفحة، قالت قبل ما تدفع فلوس جربي هذه الصفحة. قلت أنا مو خسرانة شيء، حجرب أسبوع أسبوعين، مش الحال مش ما هذا، رجعت للدكتور. يعني هي خاربة. فاستمريت، وبعد 3 شهور أنا كنت معاها يعني في نفس الوقت كنت بسوي نادي. أنا كنت النادي من أول يعني في، بس ما في يعني الفرق الزايد. فاستمريت معاك وبالنادي، كنت يوميا أروح في بداية يعني المشوار. بعد 3 شهور رحت عند دكتور، نفس الدكتور، واستغرب جدا إنه أنا ما أخذت، لأني صرت نو دايابيتك، واستغرب إني أنا ما أخذت اللي صرف لي الأدوية. يعني هو صرف لي، بس أنا ما رحت أخذتها من الصيدلية، وما رضي يعمل لي تحاليل ثانية. فرحت عند دكتور باطنية وأخذت تحاليل، وقال تحاليلك جدا ممتازة في كل شيء، بس عندك يعني مثلا الدهون شوية عالية، بس يمكن لأنه أوريدي كان وزنك عالي. هذا الكلام يعني بعد 3 شهور من جون. وكمان كانت عندي مشكلة بسيطة، فقال لي يمكن مقاومة أنسولين. قلت طب إيش الحل؟ قال غالبا اللي أنت بتسويه كملي عليه. فبعدين يعني حتى أنا الكالسيوم دائما عندي ناقص، الفيتامين د ناقص، لا كان كله ممتاز والرقم كويس يعني الحمد لله. بعدين فصرت يعني في نفس الوقت في النادي احنا بنسوي انبادي عشان نشوف توزيع الدهون وتوزيع العضلات كمان، يعني ممتاز وخلص يعني قدرت. في بعضهم وصلت للنورمال، يعني الدهون الحشوية صرت عند رقم آخر رقم 9 ودخلت في النورمال. والباقي أنه يعني في أماكن معينة لسه بحتاج فيها. فصرت يعني معاهم أنه كمان رجعت بعد 3 شهور قالت لي الخصر، يعني الدهون اللي في الخصر دخلتي في الطبيعي. فكلهم بيشجعوا أني يعني أستمر، حتى قالوا لي لسه باقي لك شهرين. يعني أنا بس حابة إنه أوصل رسالة إنه الواحد لما يحط هدف في راسه، وفي نفس الوقت يعني هذا الهدف قاعد يعني يقيسه، هل هو وصل هذا الهدف ولا لا؟ مو قياس بس بالشكل، هو أنا مو ما همني الشكل، لأن هو يعني كل حولي الحين يقولوا لي خلاص وقفي، وأنا لا، أنا مو همني الشكل، أنا قد مهمني إنه أوصل للطبيعي في كل شيء، يعني عشان الواحد لسه يكون يعني ماسك الكنترول على الصحة إن شاء الله والعافية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا يعني شوفي، فرق
فرقة حضرتك ان انت كنت هتخش في دوامة امراض السمنة وادوية. سريع، كنت اعطوني في هذيك الفترة تبع الربو، انا ما كان عندي ربو، انا ما كنت اقدر اتنفس، انا جسمي التفاحة، فيعني كل الدهون كانت عند رقبتي وفوق يعني. فالحين انا الشكل مختلف، الحين كل ما حد شافني ما بيعرفني اول مره بعدين. بس انا ما همني الشكل قد ما همني انه الصحه يعني والعافيه، الحمد لله يا ربي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فان شاء الله يا ربي. هو طبعا الواحد يعني انا بس حابه اوصل، لاني كم مره سمعت قصه، ما اعرف اذا اليوم انا جيت متاخر، بس سمعت قصص من اول انه الواحد بتمر عليه ظروف نفسية وبتأثر، والمرأة كمان هرمونات ولادة وحمل، يعني كلها هذه الأشياء موجودة في الحياة. بس يعني ممكن الواحد يرجع، بس يرجع على صحة وعافية ويقدر يرجع يمسك نفسه، ولا أنه بالمرة خلاص تارك نفسه، وأنه ما يعني ما يتخذ الخطوة يبدأ يعمل شيء. فيعني الإنسان لازم يحط في باله إنه ممكن يصير في تغيرات في جسمه، ممكن يصير في تغيرات نفسية غصب عن الواحد. يعني أنا في فترة قبل هذه أنا كنت دائما أحاول إني أنحس نفسي، بس فترة فرطت بسبب إنه كان ولدي مريض لمدة سنة وأنا جالسة معاه في المستشفى. بس برضو إنه أنا مؤمنة إنه أنا رح أقدر أسوي شيء في نفسي. فهو يعني بس أنا حابة أوصل مسج إنه حطي في بالك إنه أهم شيء صحتك وعافيتك، وإنك أنت ممكن وإن أنت ممكن توصل للي أنت تبغاه إذا أنت حطيت هدف يعني أساسي ورئيسي، ومو بس على الشكل. لأنه طبعا أنا لسه ما وصلت التثبيت، وإن شاء الله حوصل إنه ممكن الواحد يوصل زي ما قلت يكتر وما يدخل في التثبيت، فهذا ضروري كمان بعدين عشان كل التعب هذا إن شاء الله. بالضبط، إن هو يكون يعني اتعلم بقى من أخطاء وخلاص، وشاف صح الفرق ما بين صحته مع السمنة وصحته مع الرشاقة، ويبتدي يقارن هل الرشاقة تستحق مني إن أنا أحافظ على نفسي أكتر، وإن أنا أبتدي بقى أحافظ على النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطهاني دي، والفرصة الكويسة صح إن أنا أعيش حياة صحية. وطبعا يعني أنا عارف إن حضرتك بتكلمينا من السعودية، فأنا مش عايز أطول عليك أكتر من كده. وجزاك الله خيرا، والرسالة بتاعتك هي رسالة يعني فيها معاني كتيرة جدا، يمكن أنا استشعرتها لأن أنا عشت نفس التجربة بتاعت حضرتك من تعب وألم ووجع، وساعتها لما أخدت الطريق صح حسيت قد إيه إن في فرق كبير جدا جدا جدا، وقد إيه إن أنا كنت مهمل في حق نفسي بشكل كبير. صح صح. طيب بس معلش يا بشمهندس، ما أسألك سؤال هو لأني سألته ما أحد جاوب عليه. يعني أنا عاجبني موضوع التثقيف لنا، إنه إحنا ما قاعدين ناكل على عمانة. أنا عاجبني موضوع إنه أنت بتشرح، وأنا طبعاً من متابعات فيديوهاتك الصباحية، يعني لو سمحت نعرف إنه هو مجهود عليك، بس استمر، لأنه مرات الواحد بيطفش بس برجع يسمع وبتثقف وبفهم يعني. بس حابة أسأل عن شيء اللي هو الجريب فروت، كان يقول إنه هو مش من الفواكه المسموحة في الأيام الرجيم، مش عارفة ليش، بس أبغى أعرف. لا لا عادي، أنا ممكن الجريب فروت ممكن آخد الجريب فروت واحدة مثلا خلال اليوم عادي، مفيش مشكلة خالص. في أيام الفاكهة، أيام الفاكهة أو غير الفاكهة مش مشكلة، يعني ده يعتبر أصلا يعني حامض زي الليمون كده. طيب ممتاز. طيب شكرا لك، أنا بس حبيت أعرف إيش السبب، لأنه حاولت أعرف. لا لا، أنا بحب هو أعرف ليش هو يعامل معاملة الليمون، وهو كان زمان عندنا اوريدي في النظام ليك واحده جريب فروت ممكن تعملها عصير تشربها خلال اليوم مفيش مشكله. تمام، شكرا لك، يعطيك العافيه. الله يكرمك يا رب، تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا لهذه المداخله. شكرا جزيلا. الشكر لك انت والله، يعني الله يعزك. انا فاهم المجهود اللي ما لو لا بلاك، مو فاهم المجهود اللي انت بتسويه، لانه انت يمكن استجابه نيه صادقه كانت عندي، انا كانت نيتي صادقه انه يمكن استمرارك، لأنه في ناس زي عندهم نية صادقة أنهم يوصلوا بشكل صحي بطريقة أنه فعلا أنه الواحد يشكر ربه على النعمة اللي أعطاه إياها، لأنه كان الإغراءات حولي ومحاولات الإقناع، إبر، تكميم وغيره، وأنا لا، أنا ربي أعطاني هذا الجسم، أنا ما أبغى بيه،
والحمد لله انا عارفه هو كويس، بس صارت تجيني هذه الساينز انه انا خلاص انا ماني قادره اسوي هذا الكنترول، فانت ابداي كلي كويس عشان نضبط امورك. وانت استجابتني صادقه والله، ربنا يكرمك يا رب. ما هو يعني هو عشان ربنا يعلم النية الصادقه، فحضرتك نيتك صادقه فتقبلتي الموضوع فربنا كرمك. الحمد لله الحمد لله، شكرا لك يا حضرتك، الله يكرمك. السلام عليكم.